هاجس إذا ما طلب الشاعر وذا معدالة عرض أشغالا تردك خطب وحدرية لا تهاون والهدايا قدر من تهدالة عادتك تختار من وضع الثنى عاد ابونا يا في الحاله جمال الله حاله يستحق اهديه من وضع الثنى من قيه لا اله الا انت يا من لا تعذب ضاره دلني لا تهت وارزقني صلاح النيه امرك الشعر لي يا غنى على مواله يقدر يغيظ المديح ويضحك شفرها السرية والنبيب اللي يجيب الشفرها السرية هاجس إذا مطلب الشاعر وذا معدالة عرض أشغال تردك خطب وحدرية القصيدة نطبعت بالحق طبع لالة عندها لشان لها لبغيك مليونية لا تهاون والهدايا قدر ما تهدالة عادتك تختار من وضح الثنى فردية ما جت سبوع
شبه السري